يختلف ناصر ومحمد علي عن كثير من الأطفال السوريين المعدمين الذين ينتشرون في شوارع بيروت أو غيرها من المدن اللبنانية بعدما نزحت عائلاتهم هربا من النزاع في بلدهم، فهما لا يستجديان المارة بل يجذبانهم برسوماتهما التي يبيعانها على شكل بطاقات بريدية. وتثير هذه البطاقات اهتمام رواد شارع مار مخيل في بيروت، وهو شارع تنتشر على جانبيه المطاعم والحانات، وفيه يعرض ناصر درويش البالغ من العمر 11 عاما وشقيقه محمد علي ذو 9 سنوات فنهما الطفولي البسيط الذي فضلاه على التسول أو بيع الورود. صار لي أنا 2 سنين برسم، بس صرنا 4 أشهر بنحط الطاولة هون بنرسم. إيه نحن صرنا 4 سنين هون بلبنان. إيه. في بعد ظهر كل يوم سبت قبيل ساعات الذروة في هذا الشارع الواقع شرق العاصمة، يضع الشقيقان طاولة صغيرة عليها أقلام ودفات الرسم، ويمدان خلف الطاولة حبلا بين شجرة وعمود كهرباء يعلقان عليه بطاقاتهما المرسومة مثبتة بملاقط غسيلة. ويعكف ناصر على الرسم والتلوين فيما يجول محمد علي بدراجته الهوائية على المطاعم والمرة في منطقة الجميز المحاذية. نرسم أنا وخيي، نتساعد، نفتح محل، نصير فنانين. لا يذكر الرسامان الصغيران من سوريا إلا اسم حي صلاح الدين في مدينة حلب حيث ولدا فيها، فبعد مقتل والدتهما عند بدء الأحداث قبل 5 أعوام حزم الوالد عبد الرحمن درويش حقائبه ولجأ إلى لبنان في العام 2012 هربا من جحيم الحرب، لكنه عاش في بيروت جحيم الفقر. الحياة صعبة، شوفنا أنا إيه نعيش صعبة، اللي ما بيشتغل ما بيعيش. حتى نرسم نكون مشهورين حتى العالم تعرفنا. في البداية بدر صاحب مكتبة في الشارع إلى مساعدة الطفلين بطبع رسومهما بحجم بطاقات معايدة، أما الآن فيتولى الوالد دفع نفقة الطباعة وكلفة كل بطاقة ما يعادل دولارا أمريكيا واحدا، ويبيعها الطفلان بأكثر من 6 دولارات.